السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين الحباب؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مع اختكم حسنيه. شكرا، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم والله يخلي لكم ربي صحيحتكم ويخلي لكم ربي ما عز عليكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد وحياه جديده انا وليداتي. هادشي عطاه الله وهادشي كتبه الله، الحمد لله والشكر لله. وخا صراحه الدراري ما نكذبش عليكم، النفسيه ديالهم مدمره بزاف من جهه باهم، لان الدراري مولفين باهم بزاف لاقصى درجه. يعني ما عمرو يعني من نهار خلقوا ما عمرو غبر عليهم ولو نهار واحد، داكشي علاش جاتهم يعني الحياه صعيبه بلا باهم. ولكن كيتمقلموا مع الوقت، هادشي اللي عطى الله وهادشي اللي كتب الله، وهذه هي الحياه، سنه الحياه هي هذه. يعني ما كنعرفوش داكشي اللي ما كنخططوش لداكشي اللي كيوقع ولا داكشي اللي غادي يوقع ولا كنعرفو شنو غادي يوقع. يعني داكشي اللي كتاب هو هذا، الحمد لله والشكر لله. الا من عند الله مرحبا، والا من عند العبد الله ياخذ الحق، كيف ما كنقول لكم دائما. المهم انا كندير اكثر من جهدي مع وليداتي باش نقدر نخليهم يكونوا فرحانين، باش نفرحهم، باش ندير لهم بزاف د الحوايج، والحمد لله والشكر لله. انا المهم كندير اللي بجهدي وكندير اكثر من جهدي، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. هي حاجه كانت مكتبه من عند الله سبحانه وتعالى، هي اللي غادي تكون. يعني راه حنايا مسيرين ماشي مخيرين، وانا صبرت فوق جهدي ومازال كنزيد نصبر، ومازال لحد الان مازال كنحترم يعني العشره، وكنحترم مازال ما قلت حتى شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي، ماشي الناس اللي كيقولوا لي، واحد الفئه اللي قالوا لي انك علاش درتي الفيديو وعلاش شوهتيه. هنايا عرفت وتاكدت، انا اصلا كنت متاكده انكم ما كتبغيونيش، وزدت تاكدت وكنت غلطه وقلت ربما هاد الناس يقدروا انهم يبغيوني واحد الوقت، يقدر انهم يهديهم الله. رغم ذلك المعامله اللي كنت كنتعامل معكم معامله حسنه، كنت كنتعامل معكم كنت كنحسبكم في واحد المرتبه، كنت دايركم في واحد المرتبه يعني اللي عاليه. ولكن قال لك رضينا بالهم والهم مرضى بينا، ولكن قال لك الواحد اللي كتعطيه اكثر من الحجم ديالو كيتفرقع. ولكن من دابا الفوق احبابي تعلمت انني نعطي لكل واحد على قد قيمته، ما بقياش نكبر الشان لشي حد ولا نعطي لشي واحد اكثر من القيمه ديالو. يعني بنادم غير كتعطيه اكثر من قيمته كيتسحب له راسو راه شي حاجه، ولا راه كيرزقني، ولا راه كيعطيني شي حاجه. شوفوا راه الرزق على الله سبحانه وتعالى. يعني هاد الهضره راني موجهه يعني لواحد الفئه، وهادشي اللي كاين حبابي. ونتمنى يا ربي تكونوا راكم بخير وعلى خير، وكما كتشوفوا نهار جديد وفيديو جديد وحياه جديده. انا واطفالي صافي هنا كما كتشوفوا جمعت الصالون، شطبتوا فين كنجلسوا ديك البليصه فين كنجلسوا، صافي هنا راني عاوتاني شطبت البيوت كاملين، شطبت البيت اللي ملي شطبت البيوت كاملين صافي، وجففت هذا المريح وجففت البيت اللي كننعسوا فيه وصافي. هادشي اللي كاين، والكوزينه حتى هي جففتها وصافي. هادشي اللي كاين الحباب، ما عندنا ما نديرو. يعني حنايا مسيرين ماشي مخيرين. انا هادشي ما بغيتوش يعني، وما تمنيتش هادشي، ما بغيتش الفراق، ولكن هو اختار الفراق. يعني كل واحد حر في الحياه ديالو، كل واحد حر في راسو. واخا يعني ربعه ديال الاطفال يعني راه ماشي ساهل باش غادي تربيهم وباش غادي نكبرهم بوحدي، ولكن ماشي مشكل، غادي نتمقلم مع الوقت وغادي نحاول ما امكن نصبر وندير اكثر من جهدي. واللي دهرها لي الله هي اللي غادي تكون، واللي دارها القانون من طبيعه الحال، حيت القانون بيناتنا، حيت حنا ماشي في غابه ولا غير اللي ولد شي ثلاثه د الاولاد ولا اربعه د الاولاد يسمح فيهم ويجيبهم حتى لطرف الدنيا اللي هي الصحراء ويسمح فيهم يمشيو. حنا ماشي في غابه، الحمد لله حنا في بلاد الحق والقانون، واللي دارها القانون هي اللي غادي تكون. والقانون فوق مننا كاملين، القانون فوق مني وفوق منه وفوق مننا حنا كاملين، فوق مننا القانون. الحمد لله والشكر لله اللي القانون كاين في البلاد، والقانون غادي يدير مجرى. يعني انا يا ما يمكنش انني غادي نبقى ساكته وجالسه، راه ما يمكنش. انا راه ضروري خصني نخرج ندافع على راسي، خصني حتى انا يعني انا ماشي نسيت العشره ولا بغيت له الحبس ولا بغيت له، لا بالعكس، انا ما بغيتلوش الحبس، ما نتمنالوش الحبس وما نتمنالوش شي حاجه اللي هي خايبه. وراه ربي شاهد، راه راجلي هذاك ومازال كنبغيه. يعني راه ماشي عاد البارح دابزنا صافي ونسيت كل شيء، لا بالعكس، راجلي وما عندي ما عز منه. ولكن هذا الشيء اللي دار خصو يتربى عليه، يعني واحد الانسان اللي كيغلط خصو يتربى، وهذا الشيء اللي كاين. ونتمنى يا ربي تفهموني، ونتمنى يكون هادشي، نتمنى يعني النفسيه ديال وليداتي ما تزيدش تدمر اكثر من هكا، حيت بصح النفسيه ديالهم مدمره بزاف 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 بزاف.
وانا يراها زعما درت اكثر من جدي باش هاد يعني انا راه كي مشتوني كنت ساكنه في الكراج، يعني هذا الشيء ما وقعناش حتى فاش كنا ساكنين في الكراج. قلت لكم الحبابات هذا الشيء ما وقعناش حتى فاش كنا في الكراج، يعني كنا سعداء الحمد لله، كنا عايشين بخير، كنا عايشين مزيانين الحمد لله، كنحترموا بعضياتنا، يعني كنا مزيانين في احسن الاحوال، يعني لا منين كنا في صفرو ولا منين جينا لهنا للعيون كنا مزيانين. ولكن مؤخرا ولا هو يعني مؤخرا ولا تبدل عليا بزاف، ولا يعني داك السيد اللي كان معايا في الاول ما بقاش، ولا ابسط الحوايج كيغوت عليا، ولا يعني بحال الا يعني الانسان راه كيحس، يعني سيغتو حنا العيالات راه كنحسوا يعني بلا ما نشرح بزاف، ولكن راه يعني كلشي باين، يعني الانسان راه كيحس انك صافي فاش كنهضر معاه وداك الشيء بدا كيقول لي ما بقيتش كنحملك، اي هضره نهضر معاه يغوت عليا ويقول لي ما بقيتش كنحملك. يعني نتوما عارفين يعني بالنسبه للعيالات الراجل يقول لك ما بقيتش كنحملك راك ما غاديش تحملي هذه الكلمه يقولها لك الراجل اللي هو راجلك وبات وليداتك وكتحس به خوك وكتحس به باك وكتحس به في حياتك كامله، يعني وكتسنى منه بزاف ديال الحوايج. يعني الراجل فاش كيكون الراجل يعني راه هو اللي كتسناه يفرحك، كتسناي منه بزاف ديال الحوايج يعني باش يقول لك هاد الهضره اللي ما كنحملكش راه ماشي شي حاجه اللي هي سهله، يعني بنادم ما خصوش يكون اناني ويشهد بالزور، خاص بنادم يشهد الحق، وراه الحق اليوم احنا في الدنيا وغدا في الاخره، يعني ما عرفناش غدا واش غادي نصبحوا ولا ما غاديش نصبحوا. وصافي يا الحباب هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يكون خير، ونتمنى ترجع المياه لمجاريها. لحد الان كما قلت لكم راه مازال ما قلت حتى شي حاجه، ومازال ما خرجت لعيب لا والو، مازال ما قلت حتى حاجه مازال ما قلتهاش. نتمنى ان شاء الله يكون الخير، ونتمنى تدوز الامور على خير وبخير، وهذا الشيء اللي كاين حبابي. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مع اختكم حسنيه، الله يجازيكم بخير. شكرا بزاف الناس اللي واقفين معايا، شكرا بزاف لواحد الاخ اللي محامي وقال لي اختي حسنيه غادي نوقف معاك، شكرا بزاف لواحد المحاميه كذلك حتى هي قالت لي اختي حسنيه غادي نوقف معاك في اي حاجه بغيتيها، مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم بزاف حبابي، وشكرا بزاف للناس اللي كيوقفوا معايا وكيساندوني، شكرا لكم بزاف على اي حاجه درتوها معايا. وصافي حبابي كما شفتوا جمعت الدار، جففت، صايبت كلشي، صافي هنايا راه كنطيب الغداء، هنايا جبت الدجاج باش كنطيب الغداء لوليداتي، وصافي يعني حياه جديده ما عندنا ما نديرو، كنحاول ما امكن نبدل نهضر مع وليداتي، نضحك معاهم، نشطهم شي شويه، نخرجهم شويه من هذا الجو اللي هما مساكن عايشينو. ايوا صافي الحمد لله والشكر لله. شوفوا الحباب عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. الحمد لله والشكر لله على معت الله وعلى كاع داكشي اللي كيكتب علينا، الحمد لله والشكر لله. وصافي هنا كما كتشوفوا درت الدجاج في الكوكوت ديالي، درت جوج ميكات باش ندير الغداء والعشاء في مره بلا ما نقعد كنطيب الغداء بوحدو والعشاء بوحدو، يعني انا كنشارك معكم حياتي الطبيعيه كيف ما انا كنعيشها كنشاركها معكم، ما كنتصنع الحمد لله، ما كنتزوق، ما حتى شي حاجه، انا كنعيش معكم كيف ما يعني حياتي عاديه جدا جدا جدا، كيف ما كنعيش كما كنت كنعيش معكم في صفرو. الناس يعني اللي قدام من معايا اللي شافوا الروتينات ديالي اللي كنت داي كندير في صفرو، اللي كندير في العروبيه عند عائلتي، اللي كندير في الكراج، اللي كندير هنايا، يعني كل شيء يعني داك الشيء على طبيعته. وصافي هذا الشيء اللي كاين الحباب، ونتمنى وان شاء الله يا ربي الخير ليا وليكم ولجميع المسلمين، ونتمنى والله ربي الحبيب يبدل هاد الساعه بشي ساعه واحده اخرى اللي تكون احسن، لان النفسيه مدمره بزاف بزاف بزاف. مازال كنت غير انا بوحدي ما يهمنيش، والله ما يهمني انني كنت بوحدي، يعني راه بوحدي غادي نزطط راسي، ولكن الدراري تبارك الله ربعه صعيبه بزاف، يعني واخا بزاف الناس اللي قالوا لي لا وراك غادي تقدري تعيشي، يعني صعيبه صعيبه بزاف 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 انك تربي ربعه ديال الاطفال بوحديتك، ماشي شي حاجه اللي هي سهله، واخا يعني ما غادي يحس بالمزود غير اللي كلبي، وما غادي يحس غير اللي فايت لا شي بنت هذا دازت من هذه المرحله ولا شي وحده هي تكون دازت من هذه المرحله هي اللي غادي تحس بيا، اما اللي ما عندوش اصلا بعد تيك الاولاد راه ما غايحسش بيك، ولا اللي ما عمرو داز من هذه المرحله وما عمرو اصلا بعد تجوج راه ما غايحسش بيك، ما غايحسش بهذا الشيء اللي انا كنعانيه. والحمد لله والشكر لله، انا كنحمد الله وكنشكره حيت الحمد لله المؤمن مصاب
وهذا الشيء اللي كيوقع لي اختبار من عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان من عند الله أنا قابلة وراضية بحكم الله تعالى وتبارك والحمد لله والشكر لله. وإذا كان من عند العبد الله يأخذ الحق. إذا كان شي حد اللي كيدخل لي في حياتي بحال سوسب الشيطان الله يأخذ الحق. هذا الشيء اللي كنقول، هذا الشيء اللي كنقول دائما. صافي حبابي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما نصبت الغداء ديالي صافي انا رديته يطيب وصافي. يعني كما قلت لكم حياه جديده واخا النفسيه مدمره ولكن ما عندك ما دير. خصني نكون قويه وخصني نوقف جنب وليداتي واخا انا القزده حاضره والعقل غايب ولكن حيت دابا هذا الشيء اللي وقع لي انا راه ماشي يعني شي حاجه قديمه ولا يعني كنا عندنا مشاكل كنقول واحد النهار راح نقدروا نتفارقوا لا بالعكس كنا يعني متفاهمين مزيانين. يعني حتى دخل هذا الشيء بحال السوسه بيناتنا يعني ما بين عشيه وضحاها الله يعاون الله يعاون. يعني داك الشيء علاش جاني هذا الشيء في شكل جاني انا اصلا ما مولفاش نعيش بوحدي ما عمري عشت بوحدي ما عمري يعني من نهار عرفته وحنا انا وياه ماشي راه يعني مولف عسكري كيمشي ويخليني ولا لا. من نهار تزوجنا وهو في جنبي وحتى توصلت هاد الوقيته هذه اللي صافي يعني وصلنا للحد. ونتمنوا يا ربي يكون خير ونتمنوا ان شاء الله يديرنا ربي الحبيب اللي فيها الخير. شوفوا الحباب كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى الا كان عندي الخير في هذا الشيء الا كان عندي فيه الخير نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجمعنا في شي سعاده الخير. الا ما كانش عندي فيه الخير الله يبعدو عليا والله يبعدني عليه. هادشي اللي كاين الا كنا غير نرجعو ويجي شي موضوع اللي هو كبير ولا شي مشكل اللي هو كبير اللي غادي ندمو عليه نتفارقو حسن. واذا كنا يعني غادي نكملو حياتنا عاديه نتمنى وان شاء الله تصلح الامور ونرجعو لحياتنا الطبيعيه. ودعوا معايا ويوفقني سيدي ربي الحبيب وفي هاد القناه باش نخدم على وليداتي لان ولات هذه هي المصدر ديال العيش ديالي انا وهاد الاطفال. نتمنى وان شاء الله يا ربي نتمنى ومن الله سبحانه وتعالى يكون خير وربي الحبيب يقويني ويعطيني الصبر يعطيني الصبر بلا قدر. بزاف ديال الناس اللي اتصلوا بيا وقالوا لي اختي حسنية صبري ورات انا عندي مشاكل ورات انا عندي وليدات ومطلقه ورات انا ولكن صعيبه بزاف ولكن ما عندنا ما نديرو. يعني الا كتابت راه اكيد غادي نتمقلموا مع الوقت وغادي نولفوا حتى شي حاجه ما يعني حتى شي حاجه ما كتجي هكا كلشي بالولف. يعني راه اي حاجه كتجي بالولف اي حاجه غادي نولفوها ما عندنا ما نديرو. واش الا كتبت شي حاجه وهو قال لك اسيدي بغى الطلاق صافي الساعه غادي يولي القانون خدام ويولي القانون بيناتنا حيت الحمد لله القانون كاين. وتهلاو فراسكم حبابي.